مساء الخير. احنا عندنا مشكله، المشكله دي للاسف معقده لانها من ثلاث مستويات. المستوى الاول هو العنف اللي في المجتمع، تخيلوا بقى انه اقل مستوى في هذه المشكله هو العنف. طيب ليه؟ لان المشكله الاكبر منها هي الانكار، انكار المشكله. انكار المشكله في حد ذاته مشكله كبيره برضو. اما المستوى الثالث والاخطر فهو التبرير، تبرير العنف. تبرير عنف كارثة كبيرة. خلينا نروح المنصورة ونشوف قد إيه حجم العنف خلال 24 ساعة بس. مشاهد متفرقة في محيط جامعة المنصورة، دم نيرة أشرف على الرصيف بعد ما ذبحها شاب، وشاب تاني بيدهس بنت تانية بالعربية، وشاب تالت بيسقط بعربيته من فوق كوبري الجامعة. ثلاث مشاهد لازم تقول لنا إنه في حاجة غلط، خصوصا لما نضم المشاهد دي جنب مشاهد تانية حصلت في مدن تانية. كلنا لسه فاكرين جريمة الذبح في الإسماعيلية اللي حصلت من كام شهر، وفي غيرها طبعا، وده معناه إن في مشكلة عنف. هذه المشكلة بالتأكيد لها أسبابها، هنلاقي لمحة عن هذه الأسباب في صورة بتجمع قاتل نيرة اللي قتل نيرة مع قدوته، أشهر من رفع السيف والسنجة والسكينة في السينما المصرية. بس لو قلنا إن عندنا عنف هنواجه مشكلة أكبر، وهي مشكلة الإنكار. هنسمع اللي بيقول العنف موجود من أيام قابيل وهابيل وما تبلغوش واللي بيحصل ده عادي. لا مش عادي. صحيح إن معدلات العنف في دول تانية أعلى بكتير من اللي عندنا، ولكن الحقيقة إن العنف اللي بنشوفه الأيام دي غريب شوية على مجتمعنا، ولازم يبقى فيه مواجهة قبل ما يوصل لمرحلة يكون صعب جدا السيطرة عليها. الإنكار مش مفيد، الإنكار مش حل، الإنكار لا يفيد وضرره خطير وأكيد. بس الأخطر من الإنكار بقى هو المستوى الثالث اللي لسه كنت بقول لكم عليه، التبرير. وده بيظهر حصريا لما تكون الضحية بنت. مش يمكن القاتل عنده أسباب؟ مش يمكن البنت سلوكها مش ولا بد؟ أصلها مش محجبة. امبارح للأسف في داعية مشهور ليته يصمت قليلا أو طويلا بقى، الداعية ده علق على حادثة ذبح نيرة وقال إيه؟ تخيلوا قال إيه؟ قال للبنات لو حياتك غالية عليكي اخرجي من بيتك زي القفة. يعني يا ستات مصر الحجاب الحجاب، يا نخلي عشتكوا هباب، ولبس الضحية هو المهم دلوقتي، إنما قتل النفس بغير نفس دي تعدي مع شوية لوم كده وعتاب وبحث عن المبررات والأسباب. إيه ده؟ حالة هوس عجيبة بجسم المرأة ولبسها، لدرجة إنه في صفحات على التواصل الاجتماعي عملوا فوتوشوب لصورة نيرة أشرف عشان تبان الست لابسة حجاب. حضراتكم متخيلين الفطرة الإنسانية اللي عندها، اللي يعني مش عارفة أقول إيه؟ ايه الناس دي اللي فطرتها الإنسانية معرفش حصل لها ايه؟ ايه رد الفعل العادي المفروض الطبيعي يعني لما حد يسمع عن شابة صغيرة مدبوحة؟ ايه رد الفعل الطبيعي؟ اي بني آدم طبيعي هيزعل، هيتأثر، هيترحم عليها. مش أول حاجة تخطر في باله ايه ده؟ هي كانت لابسة ايه؟ لا، ويتأكد كمان عن ديانتها قبل ما يترحم عليها. هو في ايه بجد؟ ازاي في ناس عايشين معانا كده؟ ناس عندهم خلل في الفطره الانسانيه، ناس مشاعرهم متبلده، مفيش حاجه بتتحرك جواهم قدام جثه انسان. لكن الانفعال كله بقى لو شافوا بنت لبسها مش مطابق للمواصفات بتاعتهم، والمواصفات دي كمان، حتى المواصفات دي كمان فيها مزايدات بينهم. اللي لابسه حجاب يا ريت تلبس نقاب، واللي لابسه نقاب يا ريتها تقعد في بيتها، واللي قاعده في بيتها لو اضطرت تخرج يا ريت تخرج على القبر في كفن وبلها حجاب ونقاب اصلا. وهنا بقى لازم نشاور على اصل العله. ايه اصل العله؟ الخطاب الرجعي اللي حاصر الست المصريه بتهمه الاغواء والافساد، اللي ربط بين مفهوم الرجوله وبين ايذاء المراه. الخطاب الرجعي اللي خلق في المجتمع ميليشيات وصايه بتحسب على الست انفاسها، بتحاكمها في افعالها، بتبرر اي تصرف مؤذي في حقها سواء كان تحرش بقى، ذبح، اي حاجه. هذا الخطاب فسر على هواه فكره ان المراه ناقصة عقل ودين.
بس في الوقت نفسه بيتغاضى عن أفعال الرجل كامل العقل والدين. هذا الخطاب الرجعي الملوث بدماء الأبرياء لازم يختفي من المشهد العام المصري. مصر جديدة، أهلا بكم. امبارح كانت أول ليلة لنيرة أشرف أبرهة الله يرحمها. نيرة ضحية من ضحايا العنف ضد المرأة، زميلها في جامعة المنصورة اللي ذبحها بيتحقق معاه دلوقتي في النيابة. بس ليه الحادثة البشعة دي ممكن نعتبرها من حوادث العنف ضد المرأة؟ ليه؟ لأنه نيرة فقدت حياتها بسبب إنها بنت، مش بسبب خلاف مادي مثلا مع القاتل أو خناقة على قهوة. سبب الجريمة إنها بنت، والقاتل كان عايزها لنفسه، ما ينفعش أي بنت تقول له لأ. فاكرين المطرب، كان في مطرب كده عامل أغنية عشان تبقي تقولي لأ؟ عشان كنا بنستهتر بالحاجات دي، عشان ده اللي كنا بنشوفه، إن العيال أو اللي هم مش عاوز أقول الرجالة، إن دول عيال اللي قاعدين يرقصوا ويقولوا للبنات عشان تبقي تقولي لأ، هم بيرقصوا على الأغنية دي وبيغنوها معاه. دي مجرد بنت، هو راجل، ما ينفعش تقول له لأ، أصل هو اتربى على كده. وشايف المجتمع كله عامل وصايا على الستات، فلو البنت قالت لأ، لأ ما ينفعش تقول له لأ، ده يستفز رجولته المزيفة. والنتيجة جريمة بشعة. لأ، اوعي تقولي لأ. بنتكلم عن ساعات قليلة بتفصل بين صورة شابة جميلة مقبلة على الحياة وصورة تانية لنفس الشابة دي بعد ما فقدت الحياة. لكن خلال الساعات دي شفنا قدامنا واقع مفزع، آراء لناس بجد مش عارفة أوصفهم، ناس اتجردوا من أي معاني الإنسانية، ناس أساءت للضحية بكلام مقزز من غير ما يعرفوا أي حاجة عن الموضوع غير إن الضحية بنت. يعني طالما واحد ذبح واحدة تبقى تستاهل وخلاص. ناس تانية قالوا طب مش نستنى لما نفهم، مش يمكن البنت غلطانة. انتوا متخيلين ناس مستعدة تقبل ذبح بني آدم في الشارع لو في سبب مقبول بالنسبة لهم؟ ناس تانية اتفاجئت بصور نيرة فخدوا وقتهم كده عشان يستفسروا بس دينها الأول عشان بعد كده يتكرموا ويقولوا الله يرحمها. بس يعني هو لبسها ده ما يصحش، ويمكن لبسها ده هو سبب الجريمة. طبعا لبس نيرة هو لبس أي بنت مصرية عادية جدا ماشية في الشارع، لكن مش عاجب طبعا ناس تانية بقى عشان يعرفوا يترحموا عليها بنفس الطريقة. عملوا فوتوشوب، تخيلوا عملوا فوتوشوب لصورتها وحجبوها بالعافية. والسؤال هنا، هل الناس دي بتعتبر القتل هو أكبر جريمة ممكن تحصل على كوكب الأرض، ولا في جريمة أكبر بالنسبة لهم وهي غياب الطرحة اللي على راس البنت؟ الحقيقة الآراء دي في رأيي يعني هي وقود لجرائم عنف جديدة ضد المرأة. طول ما في اللي بيبرر، طول ما احنا هنشوف حد بيبرر، طول ما احنا هنشوف من ده كتير، طول ما في أفكار رجعية، طول ما في تبريرات، هتستمر وهيستمر معاها هذا الدم. طيب، واحنا في المنصورة برضو في محيط الجامعة بعد حادثة الذبح حصلت حادثة تانية، حادثة دهس قدام كلية الآداب. ضحيتها شابة برضو، كان في كلام كتير عن تفاصيل اللي حصل وهل فعلا في شاب تعمد يدهس هذه البنت ولا لأ. والحقيقة أجهزة الأمن كشفت ملابسات الحادثة واتضح إنه في واحد كده سوابق مع ابنه كانوا هربانين في عربية مسروقة وبيجروا بسرعة فخبطوا البنت، وكمان أصابوا طفل صغير كان واقف مكان الحادثة. وعشان الأب وابنه يقدروا يهربوا من المكان بسرعة استعملوا مسدس صوت عشان يخوفوا الناس اللي اتلموا في الشارع ويبعدوهم عن سكتهم. أجهزة الأمن قبضت على الاتنين وتعرضوا للمساءلة من النيابة، وبالفعل بدأت التحقيقات. حادثة نيرة أكيد يعني سببت ألم وحزن شديد لأي نفس سوية، لكن يمكن الحادثة دي كمان زودت الشعور بالاكتئاب عند شاب من المنصورة
اسمه مصطفى توكل، هذا الشاب اللي سقط بعربيته من فوق كوبري الجامعة. مصطفى قبل ما يسقط من الكوبري أو من على الكوبري بساعات قليلة كتب على حسابه على الفيسبوك ينعي نيرة أشرف، كتب بوست بعد كده قال إنه على حافة الانتحار، وبوست وداع فيه وصية غريبة قال أشوفكم بخير وابقوا افتكروني وأبويا ما يمشيش في جنازتي بالله عليكم. الوصية الأخيرة لمصطفى إن والده ما يمشيش في جنازته، وده بيوضح طبعا إنه في أكيد مشاكل عائلية وراء هذا الفعل. بس يا ترى هل مصطفى كتب هذا الكلام على الفيسبوك بعد ما كتبه يعني حد من أصحابه أو من قرايبه أو من أسرته اتصل بيه؟ هل في حد حاول يحميه من نفسه؟ الحقيقة ما نعرفش، إنما اللي نعرفه إننا أكيد لازم نهتم بأي حد من حوالينا بيعاني من حالة نفسية صعبة، ولازم ناخد كلامه على محمل الجد قبل ما تحصل الكارثة. الله يرحم مصطفى ضحية المعاناة النفسية، ضحية الأزمات العائلية، لدرجة إنه يقول أبويا ما يمشيش في جنازتي. معانا الأستاذ محمد غريب عم الطالبة نيرة أشرف. أستاذ محمد أهلا بحضرتك، وطبعا تعازينا ليك وتعازينا لأسرة نيرة، وقلوبنا معاكم طبعا. ولو تحكي لي بس هو إيه الوضع، وطمنا على والدها ووالدتها. والله والدها ووالدتها إحنا مذبوحين يا حضرتك، فإن ده هي بنتنا انذبحت ودمها اترمى في الطريق، وإحنا تعبانين ومذبوحين خلاصين، فضلنا شوية ونموت ونروح معاها ونرتاح من الدنيا. الدنيا اللي بقت ظلمة، الناس اللي بقت جشعة، الذئاب البشرية اللي بتنهش في لحم بناتنا، بناتنا اللي ظهرت حياتنا، اللي بنصرف عليهم دم قلبنا وبنوصلهم لتعليم. دخلت الجامعة عشان خاطر تبقى في وسط اخواتها صبيان وبنات شرقيين بيخافوا على بعض وبيخافوا عليها مش يذبحوها. دخلت في وسط الجامعة عشان توصل وتبقى إنسانة محترمة في وسط مجتمع محترم، بلد محترمة، بلد ذات قوة. مصر مش اسم، ده مصر دي صفة ومعنى وقوة وجدارة، مش عشان واحد مش مختل عقليا، ده واحد. ايه قصة الشاب ده؟ يعني انا سمعت كده انه في مشاكل بينكو، هل اتقدم وترفض؟ ايه الموضوع؟ ايه حكايته بالظبط؟ ايوه إيه حكايته؟ هو سيادتك من سنتين ايام الكورونا كان بيساعدها في السكشات بتاعتها، لان طبعا ما في كانش فيه حضور في 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 الكليات، فكان بيساعدها في السكشات واداها الاستكشات والكلام ده كله عشان خاطر ايه ساعه الامتحان يعرفوا ايه ينجحوا. تمام، التعارف بسيط، تعرف زمايل لبعضها، تعارف عادي. بدا الولد ايه يا عاوز يتقرب لها، هي قالت له لا انت يعني معلش ما تنفعنيش، انت مش مستوايا، انت مش مستوايا. فضل الولا يطاردها، يعمل لها مشاكل، يطاردها في كل مكان، يحاول يمدد لها بوستات. فهو لو هي مش ليه يموتها، مش هتبقى لحد تاني خالص. ده يرضي مين يا جدعان؟ ده يرضي مين؟ ده يرضي مين يا مصريين؟ ان بنت ترفض واحد يذبحها ويهدر بدمها في الارض، مش دم بنتي بس اللي اتحط على الارض، دم الشعب المصري كله امبارح كان على الارض، والنهارده كانوا بيحطوا على الدم بتاع الشعب تراب، واحنا حاطين بنتنا في التراب. تخيل ان دم ربنا يصبركم، ربنا يصبركم. دم بنتي في التراب، ولحم بنتي في التراب، اللي كنت منتظر منها حاجة كويسة توصلني للأعلى، ما كانش أخويا بيقطع من قوته وبيقطع من لقمته ومش عايز يكمل أكله عشان خاطر يصرف عليها ويوصلها للي هي فيه، عشان يستلمها من المنظر ده الشعب المصري. ربنا يصبركم والله، ربنا يصبركم. يعني مش عارفه اقول لحضرتك ايه، كل الكلمات تعجز عن الكلام بصراحه. القائد الاعلى لنا، القائد الاعلى لنا، الحاكم الاعلى لنا، اب المصريين، اب المصريين، مش حاسس بقهر اب واخواته واهلها.
اكيد اكيد كلنا حاسين، وكلنا قلوبنا معاك. والحقيقه انا عارفه ان كل الاجهزه المختصه عملت يعني بسرعه خطوات، واتقبض على الجاني، ودلوقتي بيتحقق معاه في النيابه. ايه الاخبار؟ اتقبض على الجاني بسبب شاب الله يبارك له يتحط وسام على صدره بسبب، لا ده مش الرئيس. شاب طبيعي، ده بطل، ده بطل مصري مهم بصراحه. يتحط وسام، يتحط وسام على صدره عشان خاطر الناس تعرف ان ده راجل 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 من بحر راجل. شافه بس ما لحقهاش، بس يشكر يشكر انه عمل كده وقبض عليه ووصلنا للحقيقه اللي احنا فيها. مش عارفه اقول ايه. النهارده هو في النيابه، انا عارفه. ايه عندك اخر اخبار؟ ايه اللي بيحصل معاه؟ والله ما عارف اخر اخبار ايه، بس احنا الصحافه هنا مش سايبانا، والمراسلين اللي على النت مش سايبانا، وبيعملوا معانا لقاءات بصفه مستمره، واحنا بنطالب بحاجه بسيطه جدا، دمه مش اغلى من دم بنتي. لما يسيل على الارض زي بنتي بالظبط، لازم دمه يسيل على الارض زي ما دم بنتي سال، والشعب والجيش والشرطه يدوسوا على دمه. كل مصر، كل مصر قلوبها معاكم، انا عارفه. واللي حصل لكم ده هز كل بيت في مصر. والحقيقه نيره، هذه الفتاه الجميله الطموحه المحترمه اللي يعني كانت ملاك يا نموذج فندم، للبنت المصريه الجميله، اكيد ملاك دمها مش هيروح حاضر. ملاك يا فندم. شفت حضرتك جمالها العنب الخضراء والبياض والعود الفرنسي، أبوها مش مخليها محتاجة لا لبس ولا أكل ولا شرب ولا تعليم. مدرس يا فندم، مربي أجيال، هيربي عياله على إيه؟ على التقوى والتعليم والأسس. هو مدرس مربي أجيال. اللي شايفينه حضراتكم، إحنا اتحبلين، إحنا بننزف كل دقيقة، كل دقيقة بتمر بننزف منها، طول ما إحنا مش سامعين خبر عنه. إحنا عاوزين الحكم، الحكم بسرعة. حضرتك إحنا رافضين العزل، هنعزل إزاي في بنتنا اللي مرمي لحمها في قلب التربة ودمها اللي سال على الأرض؟ اديني من قلبه، من قلبه يجيبه ياخد عشان بنته، من قلبه يجيبه ياخد عشان بنته، وهي في مقتبل العمر. مش عارفة أقول لحضرتك إيه، والله قلوبنا مع حضرتك، ومفيش كلام ممكن يعبر عن مدى الألم اللي كلنا حاسينه، وكلنا حاسين بحاسسكم، وكلنا مع بعض أسرة نيرة، كلنا زعلانين، وكلنا ما يرضيناش اللي حصل لنيرة، وكلنا مستنيين القصاص العادل. وأنا عارفة إن كل الأجهزة تحركت بسرعة شديدة، وما أعتقدش إنه هذا المجرم هيفلت من القصاص. إحنا معانا كنا شايفين من شوية صورة البطل، البطل إبراهيم العجرودي، فرد أمن محترم جدا. أهو إبراهيم العجرودي ده بطل مصري، أعتقد ده يعني بطل الأبطال. هذا الرجل شاف المتهم اللي بيحاول يقتل نيرة، للأسف هو عقبال ما شاف ما كانش لاحق إنه ينقذها منه، ولكن هو قدر انه يقبض عليه. ودي الصوره اهي شفناها، او معانا اللي كان بيجري وراه وبيمسكه علشان ما يهربش. الحقيقه ده بطل من نور. دي يمكن النقطه الوحيده المضيئه في هذا المشهد الحزين. الحقيقه بنحييه، راجل جميل ومحترم وما خافش، ومش زي الناس التانيه اللي جريت والواقف ماسك كاميرا الموبايل وبيصور. لا، هو ساب كل حاجه وجري. هو كان ممكن يقول وانا مالي، ما ممكن يحصل لي حاجة، ما ممكن، ما ده ماسك سكينة وذبح واحدة، ممكن أكون التاني. لا، ده راح جري زي ما أنتم شايفين ومسكه وقبض عليه. أنا بقى أحيي إبراهيم العجرودي، هذا البطل الجميل. أستاذ محمد، طلباتكم إيه؟ القصاص العدل، القصاص. مش محتاج السريع. تطلب كده يا أستاذ محمد، إحنا دولة قانون ومش محتاج تطلب كده، لأنه بالفعل لن يمر هذا المشهد كده مرور الكرام. مش عايزين يطول يا فندم، جه شهر واتنين، عايزين نرتاح وقلوبنا ترتاح وناخد عزا بنتنا من الناس اللي بتيجي. الناس بتيجي بكتير ومش عارفين نعزي ولا ناخد عزا البنت، مش قابلين عزا. الناس بتيجي زعلانة عشان تعزينا، مش قابلين عزا. دمنا ما بردش، انذبحت بسكينات الم. وانا بكلمش على بنتي، انا بتكلم على بنات الكلية كلهم، كل الكليات مش كلية بنتي بس.
كل الكليات لما النهارده بنت ترفض واحد وتندبح ويترمخ على الموضوع وما يحصلوش حاجه لا وما مش يندبحش في هيترمخ يا استاذ عام. محمد، مين قال لك؟ مستحيل. ما يندبحش في ميدان عام حضرتك، يبقى بعد كده كل ذئب بشري يظهر تاني ويعمل نفس القصه. يا استاذ محمد احنا في دوله قانون، وانا مش بقول أكيد كده يا عشان احنا فندم على الهوا، أكيد. لكن بقول وعندنا كده عشان ده واقع. وعندنا قضاء نزيه، وعندنا حكام نزهه، عندنا الاب لنا ابونا عبد الفتاح السيسي اب للمصريين كلهم، صحيح كلنا بنحبه وكلنا بنقف جنبه وكلنا بنشهد له بالروح الحلوه والحياه الحلوه والحياه الكريمه اللي عايز يوصلنا ليها. احنا ما نقولش حاجه غير ان هو يبص لنا حق نيره. هيرجع يا استاذ محمد وهيرجع اكيد، وهنشوف وهنتابع مع حضراتكم، وعشان يكون هذا الجاني عبره لاي حد ممكن يفكر بس يعمل كده. اشكرك شكرا جزيلا الحاج محمد. طبعا مش عارفه هو بيتكلم على سجيته وبيتكلم من قلبه، وانا حاسه بيه جدا، واكيد حضراتكم يعني حاسين بالالم الكبير اللي بيعتصر قلبه. انا عارفه انه يعني كل الاجهزه مش مقصرة الحقيقة، وفعلا هو الجاني في النيابة ودلوقتي في تحقيقات معاه، وأكيد القصاص العادل هيحصل وهتاخدوا حقكم بالقانون. فاصل ونرجع لحضراتكم. طيب النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في قصر الاتحاديه. كان في جلسه مباحثات مهمه اشاد فيها الرئيس بتطورات او التطور الكبير والنوعي في العلاقات المصريه السعوديه في المجالات السياسيه والاقتصاديه، المجالات الامنيه ايضا والعسكريه، والنمو الملحوظ في معدل التبادل التجاري وحجم الاستثمارات. الامير محمد بن سلمان اكد انه العلاقات المتميزه اللي بتربط ما بين مصر والسعوديه، وانه في حاله التزام ما بين البلدين بتعميق التحالف الاستراتيجي الراسخ بينهم، واعتبر ان زيارته هي قوه دفع اضافيه للروابط المتينه والممتده اللي بين مصر والسعوديه سواء على المستوى الرسمي او المستوى الشعبي. المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والامير محمد بن سلمان تطرقت ايضا لابرز الملفات الدوليه والاقليميه، وكان في تفاهم كده متبادل على انه الجهود المشتركه لمواجهه المخاطر اللي بتهدد امن واستقرار دول وشعوب المنطقه تستمر. والرئيس في هذه الجزئيه اكد انه مصر ملتزمه بموقفها الثابت بالنسبه لامن الخليج، باعتبار امن الخليج ده امتداد للامن القومي المصري. اكد كمان الرئيس السيسي رفض اي ممارسات تستهدف زعزعه استقرار امن الخليج. خلال المباحثات كان في توافق ما بين مصر والسعوديه على اهميه القمه المرتقبه اللي هتستضيفها المملكه العربيه السعوديه، دي قمه مهمه جدا هتجمع بين قاده دول مجلس التعاون الخليجي كلهم مع مصر والاردن والعراق والولايات المتحده الامريكيه. قمه مصريه سعوديه بتاكد اهميه الشراكه الاستراتيجيه ما بين القاهره والرياض، والتي تستهدف دايما تحقيق الامن والاستقرار وايضا التنميه من خلال رؤيه موحده مصريه سعوديه لصالح البلدين وصالح الامتين العربيه وايضا الاسلاميه. السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجيه الاسبق، مساء الخير سياده السفير. والحقيقه قمه مصريه سعوديه تسبق قمه مرتقبه بين قاده دول مجلس التعاون الخليجي مع مصر والاردن والولايات المتحده وايضا العراق، ماذا تعني هذه القمه المصريه السعوديه في هذا التوقيت بالذات وقبل القمه المرتقبه؟ هي تعني بالدرجه الاولى تنسيق المواقف بحيث انه بيجري بحث كل ما يحتمل ان يطرح على مائده المباحثات، ثم يجري تنسيق مصر السعودي، ومصر والسعوديه بلدين من اقدم العلاقات في المنطقه العربيه، بل اكاد اقول ان يعني الجزيره العربيه ومصر يعني بدات منذ الفتح الاسلامي. صحيح. لكن مؤخرا نحن تجمعنا مظله جامعه الدول العربيه، تجمعنا منظمه المؤتمر الاسلامي، تجمعنا الكثير من المشاركات ومن المصالح المتبادلة لدينا جالية مصرية محترمة من أكبر جالية، من أكبر الجاليات إن لم تكن الأكبر على الإطلاق في المملكة العربية السعودية، أكثرها
تحويلا لحساباتهم وحسابات اهاليهم. بل انا دائما كثيرا ما اطالب في مثل هذه الاجتماعات ان نفعل قرار الجامعه العربيه بتعريب الوظائف، لان الخليج يعني بقت فيه نسبه من الاجانب غير العرب بكثره. السعوديه من اكبر المستثمرين على ارض مصر، والشيء اللي بيسعدني هو تبادل المصالح، يعني مش الموضوع مش طريق باتجاه واحد، الكل يكسب من الاستثمار في مصر. ومصر مؤخرا بتطرح نفسها ليس كدوله تحتاج لمساعدات، لا، بل كدوله تعتبر فرصه لمن يريد ان يستثمر فيها. ولكن واجبنا بقى كمصريين وكمسؤولين في مصر ان نخلي قدرتنا على استيعاب مزيد ومزيد من الاموال تزداد، لان بيعقدنا هذا بيروقراطيه نعاني منها جميعا، يعقدنا هذا عمليه رفع كفاءه مؤسسات الحكومه المصريه التي تتعامل مع الاستثمار، الرخص، البنوك بتاعتنا، رغم ان احنا بذلنا جهد كبير جدا في تطويرها وتقترب المستويات العالميه، لكن ما زال هناك معوقات في حركه النقد في مصر. كثير من هذه الامور سوف تؤدي ان شاء الله الى مزيد من الاستثمار. نيجي على المستوى الاقليمي طبعا. الزعامتين مردود مهم جدا اعتقد على الملف العربي. تمام، نحن مشغولون بما يجري في ليبيا، ما يجري في سوريا، احتلال شمال سوريا، احتلال شمال العراق، التهديد على امن الخليج الذي ياتي من اليمن والطائرات غير بدون قائد. والسودان والصومال كلها مناطق تحتاج الى نظره عربيه شامله. صحيح صحيح. على المستوى العالمي عندنا طبعا ثلاث يعني تحديات كبيره، الاثار الاقتصاديه للكورونا، اثنين الحرب الدائره صحيح في اوكرانيا، الثالثه بقى هي المناخ العالمي واللي احنا بنحضر له لنستضيف اهم مؤتمراته في شرم الشيخ ان شاء الله في نوفمبر. ان شاء الله. اشكر كل حضرتك. كل المسائل على المائده وغيرها وغيرها وغيرها. شكرا جزيلا لحضرتك السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجيه الاسبق، وكان سياده السفير بيتكلم عن الاستثمار وفرص الاستثمار في مصر وازاي انه اللي بيستثمر في مصر في وين وين سيتويشن. النهارده بمناسبه الكلام ده في الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره كان في حدث مهم جدا، توقيع 14 اتفاقيه استثماريه ما بين مصر والسعوديه قيمتها 7.7 مليار دولار في قطاعات بقى البنية التحتية، إدارة المواني، الصناعات الغذائية، صناعة الأدوية والطاقة التقليدية وكمان الطاقة المتجددة، منظومة الدفع الإلكتروني والحلول التقنية المالية والمعلوماتية. كاميرا مصر الجديدة كانت هناك أثناء توقيع هذه الاتفاقيات. أربع عشرة اتفاقية استثمارية جديدة بين الجانبين المصري والسعودي بقيمة 7.7 مليار دولار تم توقيعها اليوم في مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك في قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والطاقة التقليدية والطاقة المتجددة ومنظومة الدفع الإلكتروني والحلول التقنية المالية والمعلومات. سلامة الشركات السعودية في مصر لتصل اليوم 6285 شركة باستثمارات تفوق 30 مليار دولار. وفي المقابل عندنا في المملكة لدينا 274 علامة تجارية مصرية. سيقوم القطاع الخاص المصري بدعم كامل من الدولة بالعمل على التصنيع المشترك ليس فقط للسوق المصري الكبير ولكن للتصدير المشترك إلى دول الجوار من خلال استثمارات صناعية وخدمية جديدة. الاتفاقيات وقعت بين مجموعات استثمارية سعودية وقطاعات حكومية وخاصة مصرية، وذلك بحضور وزراء ومسؤولين ورجال أعمال مصريين وسعوديين وممثلين لنحو 60 مؤسسة وشركة سعودية. تعد المملكة وبفخر أحد أكبر الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات يفوق 110 مليار ريال سعودي،
ويتوزع في كافة قطاعات الاقتصاد المصري. في حين يعمل في المملكة العربية السعودية، وهذه معلومة قد تهمكم، ما يزيد عن 2000 شركة مصرية في المملكة. منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتشمل موافقة واحدة من مجلس الوزراء على إقامة المشروع وكافة التراخيص اللازمة لتشغيله. توقيع الاتفاقيات يتزامن مع إصدار الحكومة المصرية وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تؤكد حرص الدولة على خلق فرص متكافئة وتعزيز آليات المنافسة وتمكين القطاع الخاص، وهو ما تعكسه عملياً هذه الخطوة التي تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاستثمارية بين البلدين. الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين الجانبين المصري والسعودي تعكس قوة العلاقات الدبلوماسية والاستراتيجية بين اثنتين من أكبر وأقوى دول المنطقة، في وقت تدعو الظروف الدولية والإقليمية إلى مثل هذه الشراكات والتعاون في كافة المجالات. عمرو أبو جبل، مصر جديدة، ETC. أهلا بحضراتكم من جديد في مصر جديدة. النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه كلمة مهمة للمشاركين في الدورة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين. الرئيس اتكلم عن ضرورة بلورة رؤى مشتركة لتوثيق العلاقة بين السلام والتنمية المستدامة، حذر في نفس الوقت من أزمة الغذاء الحالية في القارة الأفريقية، وقال أنه تداعياتها الخطيرة وتأثيرها على سلامة واستقرار المجتمعات الأفريقية محتاجين نحن نتوقف عنده. هنا الرئيس اتكلم عن ضرورة وجود حزمة من التدابير العاجلة والفعالة لدعم الدول الأفريقية عشان تقدر تحتوي آثار أزمة الغذاء دي. الرئيس كمان خلال كلمته حدد أبرز التحديات اللي بتواجه القارة الأفريقية، وهي المحافظة على استقرار حالة السلم والأمن، تحقيق التنمية المستدامة، مكافحة الإرهاب. الرئيس السيسي كلم كمان عن دور المرأة وأهمية هذا الدور في تحقيق السلم، وكمان ما نساش موضوع الشباب وازاي ان احنا نوظف بطريقه يعني صحيحه طاقات الشباب، واتكلم عن مساهمه مصر في دعم افريقيا من خلال انشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحه الارهاب بعد النزاعات، ومركز الاتحاد الافريقي لاعاده الاعمار والتنميه. الرئيس في كلمته النهارده قدام المنتدى اكد كمان ضروره التكاتف الافريقي المشترك خصوصا في مواجهه التحديات الحاليه، واكد كمان من خلال رؤيته اللي طرحها اهميه افريقيا كعمق استراتيجي لمصر، واهميه الدور المصري في التعامل مع التحديات اللي بتواجهها القاره الافريقيه. انه لمن دواعي سروري ان ارحب بكم في الدوره الثالثه من منتدى اسوان للسلام والتنمية المستدامين. تلك المنصة الإفريقية التي تثبت يوما بعد يوم منذ إطلاقها خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في عام 2019 أنها محفل إفريقي فعال وجامع نناقش فيه معا مختلف التهديدات والتحديات التي تواجه القارة، ونسعى من خلاله إلى بلورة رؤية مشتركة توثق العلاقة بين السلام والتنمية المستدامة وتعزز التعاون فيما بيننا ومع مختلف الشركاء الدوليين. ينعقد المنتدى هذا العام في توقيت بالغ الدقة يعاني فيه المجتمع الدولي من توترات متزايدة لها عواقب بعيدة المدى على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية، والتي تنعكس آثارها كذلك على بلداننا الإفريقية. طيب، فاكرين حضراتكم الشاب اللي كان بيرقص جوه جامع على أغاني المهرجانات؟ فاكرين احنا اتكلمنا في الموضوع ده الأسبوع اللي فات، والحقيقة هو فعلا تم القبض عليه، والنهاردة النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق هو وثلاثة آخرين في حادثة الجامع أو الرقص في الجامع اللي موجود في منطقة المرج. طيب،
النهاردة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أعلن عن قيام مؤسسة العربي لتنمية المجتمع بتجهيز 80 عروسة بكل الأجهزة الكهربائية في 5 محافظات: اسكندرية، أسيوط، سوهاج، ودمياط والمنوفية. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قال إنه تجهيز العرايس ده ضمن محور الحماية الاجتماعية وكمان ضمن مبادرة وصل الخير 2 اللي تم إطلاقها الشهر اللي فات. بتستهدف هذه المبادرة ضمان الوصول لدعم كل المستحقين من المواطنين الأكثر احتياجا والأكثر تضررا من الوضع الاقتصادي العالمي. التحالف الوطني عمل خطة متكاملة لدعم مظلة الحماية الاجتماعية عن طريق تعظيم الاستفادة من الدعم النقدي اللي قدمته الدولة المصرية للتحالف واللي تقريبا بيقدر ب 9 مليار جنيه، بالإضافة للي بتوفره الجمعيات والمؤسسات الشريكة في التحالف واللي بتقدر جهودها الحقيقة وأنشطتها لأكثر من 5.5 مليار جنيه حتى نهاية العام الجاري. طيب النهاردة عندنا إيه النهاردة؟ النهاردة يعني الحقيقة عيد الأب. كل سنة وكل أب بخير، كل سنة وكل أب يعني كده مبسوط بولاده، وكل أب مصري رمز للعطاء والتفاني، كل سنة وكل أب ظهر وسند لولاده وبناته. النهاردة مناسبة جميلة وفرصة جميلة جدا للأبناء أنهم يعبروا عن حبهم لأبائهم، عن تقديرهم لدور الأب في حياتهم. أحيانا الدور ده مش بيكون واضح للأبناء وهم لسه صغيرين، مش بيعرفوا ليه الأب غايب طول النهار، ليه راجع البيت شقيان ومهموم وعايز يرتاح، ليه مشغول وبيفكر طول الوقت. الأطفال عادة ممكن ما يستوعبوش حجم المسؤولية اللي شايلها الأب، الأب اللي ممكن يتحمل ظروف شغل صعبة جدا عشان يوفر لولاده الحياة الكريمة، اللي ممكن يتحمل عشانها ضغوط نفسية كتير وهو بيحسبها كل ليلة بالجنيه وبالقرش عشان يقدر يصرف على أسرته يلبي طلبات ولاده. الأب في النهاية هو اللي شايل البيت كله على كتافه، هو المطالب دايما بأنه ياخد أصعب القرارات. ممكن الأبناء ما يعرفوش حجم مسؤوليات الأب إلا لما يكبروا، جايز كمان يستوعبوها بعد ما يبقوا هم مسؤولين زيه عن أسرة. عيد الأب يوم لازم نديله أهمية أكبر من كده، لازم ياخد مكانته الحقيقية زي عيد الأم. أنا شخصيا ببعت تهنئة خاصة لكل أب في عيد الأب، وطبعا ببعت تهنئة لأبويا. كل سنة وانتم كلكم طيبين. خفة دمك وضحكك والتكشير والخصام، يلي انت نتحت ظلك حسيت طعم الأمان، محتاجة سنين لعلمك أوصف فيها الحنان. شكرا على كل قصة في ليلة سمعتها، كل سنة وكل أب بألف خير. العربي، صناع الثقة.
زي النهاردة من 93 سنة كان في صوت أول مرة حد يسمعه، مولود جديد بيعيط في قرية الحلوات في الشرقية، سموه عبد الحليم ومحدش خطر على بال وقتها إن صوت هذا المولود هيتسمع في كل الدنيا وهيفضل مسموع لسنين وسنين طويلة بعد وفاته. عبد الحليم علي شبانة لما اتولد في 21 يونيو سنة 1929 اتكتب عليه اليتم، لأن مامته يعني ماتت وهي لسه والداه، يمكن ماتت وهي في نفس شهر ميلاده في شهر يونيو، كان لازم يعيش بعد كده محروم من حنان الأم، يعيش في ظروف صعبة، ظروف مادية كانت صعبة جدا لدرجة أنه اتربى وعاش حياة الملاجئ. لكن عشان عبد الحليم شبانة يبقى عبد الحليم حافظ، عبد الحليم شبانة عبد الحليم حافظ احتاج لسنين طويلة من الشقة والتعب والإرادة. حليم حاول كتير يقدم فنه الجديد بإحساسه هو، لأن الجمهور كان غاوي القديم وقتها، كان مجرد مطرب صاعد بيدور على حد ممكن يؤمن بموهبته ويساعده. وكان من نصيبه أنه رئيس الإذاعة حافظ عبد الوهاب، خدوا بالكم حافظ عبد الوهاب، يشوف فيه حاجة مختلفة فاداله اسم حافظ عشان يبقى عبد الحليم حافظ. الكلام ده كان سنة 1951، وهذا التوقيت مهم جدا لأنه بعد سنة واحدة مصر بتدخل عصر جديد، بعد ثورة 52 تتلغي الملكية تبتدي الجمهورية ويتغير المزاج العام في مصر، الكل عايز التغيير، الكل عايز الجديد. وده اللي كان عند عبد الحليم حافظ هو ومجموعة من شباب الملحنين في الوقت ده والشعراء، ودي بقى الأقدار اللي بتساعد المجتهدين، فيتحول صوت عبد الحليم حافظ لصوت الزمن الجديد، صوت عبر فيه عن تمرد الشباب في زمنه وعن قضايا وطنه وعن كل أحلام جيله، سواء في أفلامه أو في أغنياته. كل نبرة صوت نحتتها أيام الشقة والحرمان اتحولت لإحساس صادق بيوصل لقلوب الملايين من غير وسيط، وكل آهة فراق حس بيها طلعت من قلبه بكل صدق، لسه عايشة معانا. ولسه أغاني عبد الحليم حافظ لحد دلوقتي هي نسمة الرومانسية اللي بتلطف حياتنا وبتجدد ثقتنا في الحب وفي الأمل وفي أرقى المشاعر الإنسانية. النهاردة وأنا جاية بفتح الراديو سمعت عبد الحليم حسيت إن يومي اختلف. أكيد أعز الناس والله عبد الحليم حافظ. وفي يوم عيد ميلاد عبد الحليم حافظ فيه الحقيقة مفارقة غريبة جدا، لأنه في نفس اليوم ده ماتت السندريلا. سعاد حسني سابتنا يوم 21 يونيو 2001، والحقيقة غرابة المفارقة هنا أنه في حاجات كتير جمعت بين حليم وسعاد، قصة حب يمكن، قصة جواز ممكن، معرفش الحقيقة ده موضوع حتى هذه اللحظة محل جدل، لكن الأكيد أنه البدايات الصعبة جمعتهم سوا، وأن الزمن الرومانسية اللي عاشوا فيه قمة تألقهم جمعهم، وأنهم اجتمعوا مع بعض في عمل سينمائي واحد هو فيلم البنات والصيف. كان دور سعاد حسني مش حبيبة عبد الحليم، كان دورها أنها أخت عبد الحليم في هذا الفيلم. سعاد اتولدت في بولاق الدكرور سنة 1943، كان ترتيبها العاشر ما بين إخواتها اللي عددهم 16 بنت وولد، كلهم مش أشقاء، منهم إخوات من الأب منهم إخوات من الأم، لكن الأب والأم بالتأكيد انفصلوا وكل واحد منهم شاف طريق تاني. طبيعي أن سعاد في الظروف دي وفي الزمن ده ما تدخلش مدارس، فتعلمت في البيت وعاشت بدايتها في حياة يعني مش سهلة، في واقع صعب كان محاصرها من كل اتجاه، لحد ما جت اللحظة اللي غيرت مسار حياتها. الشاعر عبد الرحمن الخميسي بيكتشف موهبتها، بيقدمها في مسرحية كبيرة وصعبة في نفس الوقت، مسرحية هاملت. بمجرد ما خرجت موهبة سعاد حسني للنور اتفتحت قدامها الأبواب، لأنه كان صعب أنه أي حد يتجاهل موهبتها حضورها، فلقت نفسها في بلاتوهات السينما بتمثل أول أفلامها حسن ونعيمة مع مخرج كبير، المخرج هنري بركات طبعا، وبتبتدي بقى سعاد حسني رحلة سينمائية ليس لها مثيل. في 8 من أفلامها في قائمة أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، الزوجة الثانية، رائعة صلاح أبو سيف، خلي بالك من زوزو اللي حقق طبعا أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، استمر عرضه في السينمات سنة كاملة.
تخيلوا سعاد حسني كانت نجمة شباك، ودي ظاهرة مش بتحصل كتير بالنسبة للممثلات على فكرة. لغاية دلوقتي لو حد عايز يمدح كده ممثلة جديدة فيقول لها ايه، انه انت فيكي شوية شبه من سعاد حسني. سعاد حسني أيقونة السينما المصرية، في الذكرى 21 لوفاتها بنقول لها مش ناسينك أبدا. الحقيقة ما يفوتنيش هنا أشكر زميلتنا شيماء، بصراحة يعني عاملة لنا شغل حلو جدا، يعني هذه الكليبات اللي بنشوفها والفيلرز الجميلة لعبد الحليم حافظ النهاردة وسعاد حسني وغيرها طبعا على مدار الحلقات اللي فاتت كمان بلمسات وتوقيع زميلتنا شيماء اللي بجد بأحييها على المجهود الحلو اللي هي عاملاه. وما أقدرش كمان أنسى أنه النهاردة قناتنا إي تي سي بتحتفل بذكرى العندليب عبد الحليم حافظ الساعة 2 صباحا بإذن الله، فيلم شارع الحب بقى تابعوه. أنا شخصيا محضرة النهاردة يعني الفشار قدام إي تي سي وشارع الحب وعبد الحليم حافظ. طيب النهاردة عندنا إيه في مصر جديد؟ النهاردة هنكمل سلسلة حلقاتنا حول الحوار الوطني، خصوصا أننا على بعد أسابيع قليلة جدا من انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني مع بداية شهر يوليو القادم. طبعا خلاص أيام قليلة جدا، العدد التنازلي يعني بدأ خلاص، تمت الانتهاء من كل التجهيزات اللازمة لتنظيم هذا الحوار، وده طبعا من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب واللي كانت منوطة بتنظيم المؤتمر الوطني للشباب وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي بيقتصر دورها طبعا زي ما حضراتكم عارفين على المهام التنظيمية من غير ما تتدخل في مضمون الحوار. النهارده في مصر جديدة، بعد الفاصل هنناقش مع ضيوفي الرؤى بقى والمقترحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللي شايفين من وجهة نظرهم إنها لازم تكون على مائدة هذا الحوار، خصوصا إنه خلاص الأمانة الفنية للحوار سلمت كل طلبات المشاركين وأيضا المقترحات المقدمة من فئات الشعب المختلفة، تمهيدا أنه يتم مناقشتها بكل شفافية في هذا الحوار، وبدء جلسات الحوار الوطني مع بداية يوليو المقبل إن شاء الله تشهد حوار ما بين كل الأطراف، حوار ما بين كل القوى الوطنية الموجودة في مصر. بعد الفاصل نبدأ هذا الحوار. أيام قليلة وتبتدي أولى جلسات الحوار الوطني، البداية هتكون في أول أسبوع من شهر يوليو. دلوقتي الهيكل التنظيمي اكتمل، آليات الحوار الوطني بقت معروفة، وكمان بقى في آليات للتقييم والمتابعة زي مرصد الحوار الوطني اللي أطلقته من يومين بس وحدة البحوث والدراسات في مجلس الشباب المصري. بالنسبة للقوى السياسية هنلاقي أغلب الأحزاب جهزت ملفاتها مقترحاتها وأعلنت عنها كمان. في دلوقتي عشرات المقترحات وصلت للأمانة العامة للحوار الوطني، هذه المقترحات في مجالات مختلفة، في السياسة، في الاقتصاد، في الثقافة، في الأمن وغيرها. يعني نقدر دلوقتي نتكلم عن اللحظات الأخيرة قبل انطلاق الحوار الوطني. وهنا بيجي السؤال المهم، إيه أكبر تحدي ممكن يواجه الحوار الوطني؟ لأننا بنتكلم عن قاعدة واسعة جدا من المشاركين في هذا الحوار، بنتكلم عن كم كبير بقى من الأفكار والرؤى والتوجهات المختلفة. فالسؤال إحنا إزاي هنوصل لنقطة انطلاق أو نقطة التقاء ما بين الكل عشان يحصل توافق عام على نتائج هذا الحوار الوطني؟ كان في حل أسهل، وهو إن الحوار يبقى بين عدد محدود من المشاركين بس. في الحالة دي مش هيكون اسمه حوار وطني، هيبقى حوار نخبوي. فالوضع الحالي بالحجم الكبير من المشاركات ومن تنوع الرؤى والاتجاهات بيفرض بقى على المشاركين في الحوار الوطني قدر كبير من المرونة والتفاهم والاستعداد للتنازل عن بعض المقترحات أو الأفكار، لأنه في النهاية آلاف الصفحات في ملفات القوى السياسية هتتحول لمجموعة من النقط في مخرجات هذا الحوار. فهل القوى السياسية مهيئة لده ولا لأ؟
ده سؤال رئيسي بنطرحه النهاردة على ضيوفنا اللي مشرفينا في مصر جديدة، دكتور فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. نورنا يا دكتور فريد. والدكتور أيمن أبو العيلة وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب. أهلا بحضرتك. أهلا. نورنا يا دكتور. والدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بحضرتك. أهلا يا دكتور. نورنا. أهلا وسهلا. خليني أبدأ من دكتور فريد زهران. الحقيقة في خمس بنود رئيسية اتكلم عنها الحزب الديمقراطي الاجتماعي للحوار الوطني، من بينها تحديد المخرجات المتوقعة من هذا الحوار. أولا، إيه أهم المخرجات اللي حضراتكم شايفينها أنه المفروض نخرج بيها من هذا الحوار، وماذا لو لم يكن هناك توافق عام على رؤية هذا الحزب في هذا البند تحديدا؟ خليني اقول لك في البدايه انه نذكر بس الساده المشاهدين بايه الخمس محاور بسرعه وبعدين نقف على المخرجات. يا ريت. اتفضل. هو احنا طرحنا رؤيتنا للحوار كمجرى، كطريقه، يعني كحول الحوار مش داخل الحوار لسه. فاحنا بنقول ان الحوار ده عشان ينجح لازم نحدد خمس نقاط اساسيه. اولا لازم نوفر له الاجواء المناسبه، والاجواء المناسبه اهمها الافراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الراي، تخفيف القبضه الامنيه ما امكن، فتح المجال العام ما امكن، الى اخره. دي معناها اجواء مواتيه لنجاح الحوار. واحد. اتنين، ضمانات او 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 تاكيدات بان كل الاطراف المشهد السياسي التي تعمل في ظل الشرعيه والدستور والقانون ستشارك في هذا الحوار. وتشارك هنا معناها بالنسبه لي مش انها تحضر جلسات الحوار، معناها تشارك مشاركه فعاله في وضع الاجنده الى اخره. وبالتالي كان فكره زي فكره امانه عامه للحوار يمثل فيها المعارضه والمولاه وتمثيل متوازن وكده، افكار طبعا اساسيه ومهمه. ثلاثه، انه يبقى في مخرجات لهذا الحوار وهرجع لها. اربعه، ان يبقى في اليات لهذا لنجاح هذا الحوار، ودي برضه هرجع لها تعقيبا على كلامك. وبالتالي احنا بنتكلم على مشهد على بعضه. الاليات مهم قوي فيها الكلام اللي سعادتك قلتيه بقى، حوالين ايه؟ حوالين ازاي يشارك عدد كبير جدا من الناس ونضمن الوصول الى نتائج محدده. بالظبط. دي معناها كلام بالظبط دي معناها وما نوصلش. بالظبط. دي معناها ان نجمع بين الحسنيين، اللي هي ازاي نعمل الـ 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 الادوات اللي تساعدنا على جمع مقترحات من دوائر واسعه جدا وتصورات من دوائر واسعه جدا، وبعدين نصب ده كله في اطر اضيق فاضيق الى ان ينتهي الموضوع الى مجموعات عمل صغيره قادره على انها تعمل حوارات معمقه وتصل الى نتائج محدده. اذا في مئات الاف من الدوائر ممكن تتناقش وتوصل لتصورات، وتصب دي في مثلا محاور رئيسيه، وبعدين المحاور الرئيسيه تصب في محاور فرعيه، وبعدين ينتهي ده لصياغات فنوصل لنتائج. المخرجات بقى، انا عايزه اتوقف عند المخرجات من هذا الحوار اللي بتتوقعه في الحزب. احنا بالنسبه لنا، وده له علاقه بالنقطه الخامسه اللي انا ما قلتهاش في حين وهقولها دلوقتي، له علاقه بالاجنده. ايه الاجنده؟ في طريقتين في فهم موضوع الاجنده. في ناس شايفه ان الحوار ده عليها ان نتناول كل شيء في العالم، خلاص؟ لدرجه ان احنا نناقش مشكله زراعه الرز ونناقش مشكله التكاتك ونناقش مش كل كلام واقعي. وده معناه ان احنا قررنا ان احنا نعمل اغراق قضايا عشان الحوار ما يوصلش لحاجه. زي كده فكره برضو ايه؟ اشراك مئات الالوف من الناس بدون تنظيم محكم يضمن خروج المخرجات دي الى دوائر اضيق، معناه برضو اغراق الحوار. يعني فاحنا بنقول دايما ان الاجنده لازم تحدد على نقاط تتضمن نقاط اساسيه. احنا بالنسبه لنا كحزب النقاط الاساسيه هي الاصلاح السياسي، وبنعتبر ان الاصلاح السياسي قاطره ممكن تجر كل القضايا الثانيه. يعني احنا نجحنا في الوصول الى تصورات محدده يتفق عليها حول الاصلاح السياسي، هنضمن فتح الملفات الاقتصاديه والاجتماعيه على اسس مختلفه، وبالتالي نقدر نوصل لحلول. وهرجع لدي في جوله اخرى، لكن خلينا بقى في المخرجات لان لها علاقه بالاجنده. انا بعتبر المخرجات هي ايه؟ هي تصور، يعني المخرج الرئيسي اللي احنا عايزين نوصل له، تصور للاصلاح السياسي يرتبط بخطه زمنيه وجهات مسؤوله عن التنفيذ. ليه؟ لان دايما اذكر الناس بان في حاجه اسمها الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان. بالظبط. نالت استحسان واسع وتأييد كبير، وبعدين بقى لها 8 شهور لم يتحقق منها شيء. 8 شهور ده بالمناسبه يعني قد ايه؟ يعني حوالي 17.5% من الزمن المخصص لتنفيذها، لان هي الاستراتيجيه بتقول هتتنفذ في 5 سنين. 5 سنين دول فات منهم 8 شهور ما شفناش اي خطوه.
ليه؟ لأن الاستراتيجية للأسف لم تتضمن جدول زمني للتنفيذ، ولم تتضمن جهات يعني مسؤولة عن التنفيذ وتحاسب من يقصر في التنفيذ. فإحنا بنقول أهم حاجة في المخرجات إنك تديني خطة مرتبطة بجدول زمني، مرتبطة بجهات هتنفذ، مرتبطة بجهات هتحاسب الجهات اللي بتنفذ، وبالتالي يبقى ضمننا إن المخرجات هنا هتتحقق. لو وصلنا إلى مخرجات مهما كانت طيبة بدون جدول زمني ملهاش أي معنى. صحيح. لو وصلنا إلى مخرجات جمل إنشائية وصياغات عامة مهما كانت صحيحة، مخرجات واقعية ومحددة بالضبط وممكنة التنفيذ ولا ترجمة بالضبط. ده مهم جدا يا دكتور فريد بجد، يعني احنا بدأنا بداية موفقة. دكتور أيمن، الحقيقة محتاجين نتطرق لنقطة بدأها دكتور فريد. احنا في مشاركين من قوى سياسية مختلفة في هذا الحوار الوطني، في ناس لها أفكار مختلفة، ممكن ناس لها آراء متناقضة. إزاي ممكن نوصل لنتائج زي ما قال دكتور فريد محددة وملموسة ويمكن تحقيقها في إطار زمني محدد من غير ما يحصل خلافات في الرأي؟ الخلاف الأولاني ماشي ان احنا بنتناقش فيه، بس أنا يحصل توافق إزاي في النهاية علشان يبقى في نتيجة إيجابية من هذا الحوار؟ طيب خليني الأول بس أعقب على قال أستاذ فريد في لحظات بسيطة، لأن في كذا حاجة عايز تعقيب ومنها موضوع الاستراتيجية الوطنية. بس انا عايز اعقب، كنت متوقع ان حضرتك هتعقب النقطه يعني دي بالذات. اكيد طبعا اقول انسان فمتابعين كويس قوي في الاستراتيجيه الوطنيه، لكن عايز اقول الاول ان هو الاطار الجو السياسي انا متفائل جدا، يعني انا حاسس بنبره تشاؤميه شويه عند الاستاذ فريد. انا متفائل اكتر منه بكتير قوي من الحوار الوطني، ويا رب اكون عند تفاؤلي. يعني اولا ان هو تحت رعايه السيد الرئيس، الحقيقه دي مدية ثقة طبعا. أكيد تلميح بدايته في 30 يونيو بداية التدشين بتذكرنا بعودة تحالف 30 يونيو تاني، برغبة في عودة تحالف 30 يونيو تاني. النقطة الثانية، أستاذ فريد بيقول الأجواء المحيطة يجب أن تكون ملائمة. ما ننساش أن أول ما سيد الرئيس دعا للحوار وراها على طول تكونت لجنة العفو الرئاسي. صحيح. وأفرجت على كثير، إذن في بوادر، يعني أستاذ مش بقول وصلنا لنا أول بند اتكلم عنه. لا ما فيش بقى بتندع، ما خلينا نتفائل. ده أول بند حضرتك اتكلمت عليه يا دكتور فريد. يعني كانت ناشفة خالص، كانت عايزة تمطر. يعني أقصد بداية الأجواء. معلش أستاذ فريد، شفنا في التلفزيونات اليومين دول المعارضة كلها ابتدت تظهر، ولا غلط؟ هذا ايجابي يعني إذن عندنا هنا، عندنا هنا ظهرت كل وظهرت حاجات كتير الحقيقه. يعني اقصد ان هو الجو ابتدى يتحسن، فبلاش التشاؤم اللي هو يجب ان يكون هناك اجواء محيطة. لا، في اجواء بدات محيطه جيده، بس عايزه اتفائل. انا بس بقارن بين التشاؤم والتفاؤل، يعني في مؤشرات ايجابيه صحيحه ظهرت على الارض فعلا. تاني حاجه عايز اعلق عليها، انا صعب قوي اقصر الحوار لحوار الوطني السياسي، لان انا شايف وجهه الحوار هو الحوار الوطني العام. يعني ما لازم ادعو النقابات العماليه، ولازم ادعو نقيب المعلمين مثلا. نقيب المعلمين استاذ فريد، عشان انا وهو بنشتغل في السياسه مهتمين قوي بالاصلاح السياسي، وهو مهم طبعا وهنتناوله طبعا، لكن مش هو بس. فيه احنا في مشكله اقتصاديه، عندنا مشكله تعليم. نقيب المعلمين هيبقى مهتم قوي لما يحضر، هيقول نقطة زي ما بتعملي الدستور، زي لجنة الخمسين في الدستور. لجنة الخمسين بالدستور بتعمل لجان استماع كمان. قصدك ان فئات مختلفة تبقى موجودة وتدلي بدلوها علشان في الموضوع، وفي الاخر هيطلع مواد زي الدستور اصلا. المفروض يطلع ورقة عمل زي الدستور، او استراتيجية عمل وطنية، توصيات من كل قابلة نسمع كل الاصوات وفي الاخر نتوافق على شيء. ده بس نقطتين. التعليق الاخير هيكون اللي هو ده، انا لسه في التعقيب، انا ما جاوبتش. انا كنت متوقعه نفس السيناريو ده. الاستراتيجيه الوطنيه اللي دشنت في سبتمبر 2021 اللي احنا كلنا واستاذ فريد وانا وكل الناس تفائلوا بيها، لان هي فعلا متناوله كل شيء، متناوله التحديات، متناوله التشريعات، متناوله كل شيء. استاذ فريد بس بينوه ان هو ما تمش. لا، انا احنا طبعا كبرلمان
وانا وكيل لجنه وفي نفس الوقت في حزب هو يعلم انه حزب معارض الاصلاح والتنميه، يعني اكيد لازم اتابع نقطه هامه زي دي. لا احنا لقينا اول خطوه تمت هي وقف حاله الطوارئ. دي خطوه ايجابيه مذكوره في الاستراتيجيه. بعديها على طول من ضمن الاستراتيجيه غلق 17 سجن وتحويلهم الى مراكز اصلاح وتاهيل. سواء متكامله او مش كامله لنا اراء، وفي ناس محبوسه مطلوب الافراج الرئاسي عنها، كل ده انا معاه، لكن خطوات. قوانين بتسن ما كناش نتخيل انها بتبتدي في الدهاليز، وده جزء من الحوار، وده جزء من الحوار بلس ان هو لا يعني في كذا نقطه تمت من الاستراتيجيه، عشان بس ايه يعني ما نظلمش البرلمان فهو مش متابع الحكومه، لان الاستراتيجيه ده عباره عن الزام حكومي بملف حقوق الانسان لمده 5 سنوات من 21 ل 26. تمام. فطبعا لازم نتابع ده كبرلمان. تمام. ازاي ممكن نوصل لنتائج ملموسه يمكن ان تعبر بينا من الاختلافات في الرؤى، لانه اطراف وقوى سياسيه مختلفه تشترك في هذا الحوار، ازاي نصل لنتائج ملموسه من غير مشاكل؟ ده بالعكس، ده احنا هنسمع في كل المشاكل، وخاصه المشاكل السياسيه، المشاكل الاجتماعيه والاقتصاديه، المشاكل الفئويه، هنسمع كل المشاكل، دي فرصه نسمع كل الاراء وكل طرق الحلول. هي بالظبط زي ما بقول لحضرتك زي لجنه الخمسين في الدستور. احنا عندنا في البرلمان لما يبقى موضوع شائك زي ده بنعمل له ما يطلق عليه لجنه استماع. هيكون كثير من الاراء اتقالت في لجنه الاستماع، في امانه بتلم الاراء دي، بتلمها لكل بند مجموعه القوى المختلفه. واحد من المعارضه، واحد من التأييد، واحد بيبتدوا يلخصوا ده ويبتدي يعرض على الباقي راينا نحل المشكله الفلانيه بالطريقه الفلانيه. مهم جدا نسمع كل الاطراف، مهم جدا جدا نسمع هذا لا يعني ما ينفيش ان انا بعطي جزء من الاهميه للحوار السياسي، انا مش أكيد مش بهمله أكيد. لكن بقول ان الحوارات في بعض الرؤى جت هنا برضو في البرنامج وقالوا انه الحوار الاقتصادي ربما يكون الاهم، او المجال الاقتصادي ربما يكون بالنسبه للمواطن قد يكون الاهم، بس بالنسبه للمناخ العام الوطني مهم. اروح لدكتور محمد. دكتور محمد، بدأنا نسمع مصطلح الحوار الوطني في الدول العربية أيضا، إيه الاختلافات ما بين الحوار الوطني في مصر والحوار الوطني في الدول العربية؟ طيب يعني إذا سمحت لي برضو استغل التعقيب يعني بالظبط يعني لأن في قالوا الدكتور فريد ودكتور أيمن كلام مهم، لكن يعني يعني ربما اختلف مع الدكتور فريد فيما يتعلق بمساله الاصلاح السياسي. انا اميل الى فكره الاصلاح، وربما فكره الاصلاح هي التعبير الادق في الحاله المصريه. احنا في تقديري وحسب يعني فهمي ان احنا في اطار عمليه تحول تدريجي بشكل تراكمي من أول 2013 حتى الآن، وحتى إذا شئنا يعني العودة إلى 2011 في إطار الدروس وفي إطار تعلم المجتمع مع القوى السياسية المختلفة ومراكمة خبرات. لكن من 2014 أنا في تقديري أن احنا في نموذج أو في تبلور أو ملامح لنموذج مصري في عملية التطور، أو وهو تطور تدريجي وتراكمي. يمكن في الفترة الأولى كان التركيز على أولويات محددة، لكن أن تأتي مبادرة من الدولة ومن رئيس الجمهورية نفسه بفتح حوار وطني، وبالمناسبة رئيس الجمهورية استخدم مفهوم الحوار السياسي، لكن في تقديري أنه العنوان الأبرز أو الفلسفة الأبرز في الحوار هي الإصلاح. وبالتالي الإصلاح هنا يعني أمور كثيرة. مفهوم الإصلاح هنا يعني أو الإصلاح السياسي، من يعني لا يمكن تجاهل أنه إصلاح مثلا دور المجتمع المدني في مصر، لا يمكن تجاهل أنه له علاقة قوية بقضية الإصلاح السياسي. إفساح دور للقطاع الخاص في الحياة أو في الـ في الـ في الـ في الـ
في الاقتصاد المصري وفي مصادر النمو الاقتصادي، اعتقد انها ايضا بالمعنى العام لها علاقه قويه بقضيه الاصلاح وقضيه الاصلاح السياسي، لانه لا يمكن الحديث عن ديمقراطيه اذا كان هي هدفنا النهائي بناء نموذج ديمقراطي او ديمقراطيه مستدامه. هي جزء منها هو نشر القوه ونشر الثروه داخل المجتمع بشكل عام، ونشر ايضا الموارد السياسية. كما نتحدث عن موارد اقتصادية نتحدث عن موارد سياسية أيضا، فهذه الموارد السياسية تتوزع على القطاع الخاص كقوة أو كفاعلين اقتصاديين بكل مكونات الفاعلين أو الفاعلين الاقتصاديين، المجتمع المدني، الأحزاب السياسية. فبالتالي مفهوم الإصلاح في تقديري هو التعبير الأدق لعملية التحول في مصر، ومفهوم الإصلاح السياسي لا يمكن يعني بناء إذا جاز التعبير يعني بنية سياسية حقيقية مشجعة أو تضمن عملية التحول الديمقراطي المستدام بدون أن يكون لدينا إصلاح اقتصادي أيضا. هو صعب وخبرتنا من 2000 دايما بقول كده ما نقدرش نفصل السياسة عن الاقتصاد أو التنمية أو التنمية، يعني خبرة خبرة المجتمع المصري مع من 2011 حتى عام 2013، وكان في خبرة لبناء دستور وانتخابات واستفتاءات، لكن انتهت في النهاية إلى خطف مؤسسات أو محاولة خطف مؤسسات الدولة من فصيل سياسي محدد. في تقديري أنه ده كان بسبب خلل كبير في تحديد أولويات المجتمع وأولويات من سيطروا على مؤسسات الدولة في هذا التوقيت، ان اختزلوا المسألة في السياسة او اختزلوا المسألة في مسألة في الإصلاح السياسي وإهمال كامل لقضية التنمية. ففي تقديري انه لا يمكن الحديث عن إصلاح سياسي حقيقي او إصلاح بالمعنى الدقيق بدون ان يتعامل مع كل القضايا المختلفة ومنها قضية التنمية. وفي تقديري ان قضية التنمية ستظل أولوية أساسية او يجب ان تظل أولوية أساسية في المرحلة القادمة. اعتقد كلنا متفقين على الموضوع ده. وبالتالي انا لا يعني لا اتفق مع مسألة باستبعاد القضايا الاقتصادية، لانه او القضايا الاقتصادية والاجتماعية ايضا، لانه اي حوار هو مدفوع ايضا ليس بمناقشة المستقبل، ولكن مدفوع ايضا بكيف نتعامل مع التحديات. وجزء كبير من التحديات التي تواجهها مصر هي تقع في المنطقة الاقتصادية وقضية التنمية. فبالتالي لا اتفق مع مسألة قصر الحوار على القضايا السياسية فقط او قضية الإصلاح السياسي فقط. نعم، ارجع للدكتور فريد، ازاي ممكن نبعد عن فكرة انه هذا الحوار الوطني يبقى شعبوي، بمعنى انه بعض الاصوات ممكن تبقى عايزة تخاطب الرأي العام بخطاب عاطفي كده وكلام رنان زي ما حضرتك قلت من شوية وانشائي، وما يبقاش فيه حلول عملية او مخرجات واقعية يمكن تنفيذها في اطار زمني محدد؟ ازاي نخرج من فخ الشعبوية؟ خليني اقول لك اجابه السؤال ده تبدا بالكلام اللي انا قلته، اللي هو بدايته ان الرئيس عندما دعا الى حوار دعا لحوار سياسي. والرئيس عندما دعا لحوار سياسي قال ان موضوع هذا الحوار السياسي هو ايه؟ هو ملف الاصلاح السياسي الذي تاخر كثيرا. ده الرئيس، دي الدعوه التي وصلتني يعني ووصلتنا جميعا. معنى الكلام ده ايه؟ ما هو امتى الموضوع هيتحول الى شعبويه؟ وإغراق وفوضى كلام وجمل إنشائية لما نناقش كل حاجة في الكون، خلاص ما يبقاش في حاجة محددة بنناقشها. ولما نناقش ملفات يعني ملفات اقتصادية واجتماعية وخدمية وثقافية يعني الأخبة كلها مطروح وكلها مهم، هنناقش كل القضايا دي بغرض ايه؟ ما انا برضو ده سؤال مهم لازم نقوله بصراحه ونواجه الهدف نفسي. اللي احنا عايزين ايه الغرض اللي انت عايزه من هذا النقاش؟ طيب في ناس حالمه جدا واخد بالك ومحلقه او عايزه ترجع التاريخ لورا، انا ما اعرفش هم عايزين ايه بالظبط، متصورين ان احنا نناقش كل قضايا الكون ونصل الى اتفاق، واخد بالك؟ طيب انا كده داخل على ايه؟ داخل اعاده بناء الاتحاد الاشتراكي؟ انا مش عارف انا داخل على ايه؟ طيب انا بالنسبه لي انا مش عايز اعيد انا عارفه ان هنحتاج تعقيب كتير دلوقتي بقى انا مش عايز اعيد انا لا عايز اعيد بناء التنظيم الواحد مش هسال ولا عايز اوصل ولا عايز اوصل لتصور محدد واحد، ده كلام مش عملي. العمل الوحيد في الاتجاه ده ان احنا نصل الى جمل انشائيه وصياغات عامه اللي هو على طريقه اقامه حياه ديمقراطيه سليمه، وتبقى سليمه دي بقى المعنى في بطن الشعر مثلا، جمل انشائيه من هذا النوع، واخد بالك؟
أنا عشان أوصل بالحوار ده إلى نقاطي المحددة لازم أبتعد عن ما هو بالضرورة ينبغي أن يكون موضع خلاف. يعني أنا بزعم إن ملف التعليم اللي سعادتك أشرت إليه ده ملف خلافي. في ناس في اتجاهات يمينيه الطابع بس ما نسمعها طبعا الصبرين. طيب في اتجاهات يمينيه الطابع انا مش هسال انا خليك تعقب على طول. في اتجاهات يمينيه الطابع شايفه فريد قادر ان هو شايفه ان انفاق الدوله على التعليم مبالغ فيه وان المفروض يساب القطاع الخاص يلعب دور اكبر مثلا. في اتجاهات شايفه العكس مثلا. تمام وده طبيعي ومنطقي ومقبول ولازم يبقى موضع. لا خلينا نكمل الفكره. يبقى موضع صراع سياسي هو هيتكلم هيعقب. إذن المشكلة إحنا مش بصدد مناقشة قضية التعليم، إحنا بصدد مناقشة إزاي نتناقش في التعليم. المشكلة إن المجتمع ده اختنق، المشكلة إن المجتمع ده احتقن، المشكلة إن المجتمع ده أجل إصلاحه سياسياً كما قال السيد الرئيس مش أنا اللي بقول بس لسنوات طبعاً طويلة. طبعاً تمام كده؟ لما أنا أعمل إصلاح سياسي أنا أعمل إيه يا سعادتك؟ يعني أنا بقول إن إحنا هنفتح الحوار المجتمعي، هنفتح مجالات التفاوض الاجتماعي بالمعنى الذي اشرت اليه يا دكتور، اللي هو بالمعنى فتح المجال العام مش الاصلاح السياسي بالمعنى الضيق، بمعنى منظمات المجتمع المدني، بمعنى النقابات، بمعنى بحيث يبقى في ادوات للتفاوض الاجتماعي حول ايه؟ حول التعليم. ادوات للتفاوض الاجتماعي حول ايه؟ حول الصحه. ادوات للتفاوض الاجتماعي حول ايه؟ حلوه يا دكتور حول السياسات الاقتصاديه. يا دكتور بمعنى فريد احنا بنتحاور كلنا. ما ثواني بس اخدت الحلقه كلها. انه باختصار يبقى بنحدد الملعب وقواعد اللعبه، بنحدد ملامح اللي ممكن تساعدنا على حل المشكلات. الاصلاح السياسي هو اسلوبنا لإدارة خلافاتنا وحل المشاكل. نقطة مهمة جدا بيأكدها دكتور فريد الحقيقة، وهي فكرة ان احنا نبتعد عن الكلام الانشائي الرنان، وان احنا نوصل لمخرجات واقعية كده وكلام واقعي يسهل تنفيذه في اطار زمني محدد. دي نقطة مهمة جدا بيركز عليها النهاردة دكتور فريد. تعقيب حضرتك. انا لو 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 السيد الرئيس او الإدارة السياسية كانت عايزة تعمل حوار سياسي فقط كانت دعت الأحزاب وقوى سياسية وقعدت معاها وناقشت أصل مواضيع معروفة، قانون الانتخابات، قانون الأحزاب، قانون الإجراءات الجنائية وحرية تداول المعلومات والنقابات والجمعيات والجمعيات. خمس مواضيع هيخلصوا، مش حوار وطني بقى وعمل له البروباغندا دي. هيقعد مع الأحزاب وكل واحد يقول رأيه، ادوني بحث ونبتدي نقعد ناخد تصويت ونشوف الدنيا تمشي ازاي. الموضوع يا أستاذ فريد أنا في رأيي لا، احنا محتاجين فعلا نسمع في كل اتجاهات حضرتك. طبعا الاتجاهات دي اولويات باشي. العمل الوطني ايه الاولويات؟ اولويات يا فندم انا مش هدي اولويات، كله مهم لان كله متربط مع بعض. من وجهه نظر حضرتك يا جماعه انا ليه اديت مثال للدستور؟ لان كله واحده واحده زي ما حضرتك قلتي. لا سياسه دون اقتصاد. يعني المواطن ما يهموش الاحزاب تزدهر، يهمه ياكل ويشرب صح في الاخر. طبعا مهم جدا انه يعيش في مناخ سياسي كويس ويقدر يقول رأيه وقت ما هو عايز. هذا المناخ السياسي كويس بالضروري هيثمر. فأنا إيه المانع يكون في لجنة أخرى يعني أستاذ فريد لجنة أخرى أستاذ فريد ما شاركش فيها ويبعت لنا واحد بس من الحزب عنده نتكلم على الدعم. الدعم يبقى نقدي زي ما بنادي بيه، ولا يبقى عيني، ولا يبقى خليط بينهم؟ لازم نتفق في ده؟ مش لازم نتفق، واحنا هنتفق بس على قانون الانتخابات والأحزاب السياسية، لان الباقي في مجال المنافسه السياسيه. لا حضرتك اولويات، الاولويات تاني. يعني هيبقى في حزب رايه دعم السلع، ليه حزب رايه دعم، وليه حضرتك هي على فكره مش عايزه توافق على فكره وقضيه لا يعني طبيعي ان طب انا توافق. ايوه اصبر عليها بس. هل عشان الحوار يتقدم تمام، هل غلط ان يبقى في الاحزاب المختلفه لديها تصورات مختلفه حول القضايا دي؟ غلط؟ لا مش غلط طبعا. طيب اذا طبائع الامور ان يكون لدينا تصورات مختلفه، والاصلاح السياسي هو اللي بيخلي يحصل تنافس بين هذه الرؤى. ايه المانع؟ ايه المانع ندي افكار للجهاز التنفيذي، او لو ما المصري ديمقراطي يمسك الحكومه نقدر نقول له والله احنا الحوار الوطني قال لنا ان الاتجاه ده افضل، توافقنا على ان الدعم النقدي افضل، او ان مجانيه التعليم الجامعي تتلغي مثلا. انا بدي الاكستريم طبعا مش عشان ما اتخذش في الصحافه يعني، ده اكستريم بقول حاجات طيب. فانا بس وجهه نظري فضل. ان لا ما اقدرش اقصر الحوار على وجهه نظر واحده وبقيه الملفات الخطيره
احنا في وضع اقتصادي حضرتك تعلمه يا استاذ فريد خطير، وضع عالمي اكيد بيأثر، عالمي مؤثر طبعا. ولازم نطلع من 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 العنق الزجاجه اللي موجود، ولقيناها تطول زجاجه عرقها طويل يعني للاسف. تمام فضل. الدكتور محمد، ازاي نعمل توافق بين الكلام طيب. اللي بيقوله دكتور فريد والكلام اللي بيقوله دكتور ايمن؟ انا عايز اعمل توافق هنا قبل ما نوصل لتوافق في الحوار الوطني. مهم جدا طبعا لكن برضو تكمله اللي قاله دكتور ايمن، انه انا يعني تصوري انه مساله التركيز او محاوله اختزال الحوار في انه يكون حوار حول قضيه الاصلاح السياسي فقط، اعتقد انه فيها نوع من الانحياز المسبق لانه القضيه تتعلق بالاحزاب السياسيه فقط، او انه الاحزاب السياسيه فقط هي المعني بهذا الحوار. المجتمع المدني، هل قضيه المجتمع المدني كيف، سؤال كيف يمكن توسيع دور المجتمع المدني في مصر؟ أليس هذا سؤال يحتاج إلى إجابة مهمة؟ كيف يمكن تنويع مصادر النمو الاقتصادي في مصر والوصول إلى نمو اقتصادي مستدام؟ أليست هذه قضية تبدو قضية اقتصادية ولكنها قضية خلافية؟ يعني كيف يمكن الوصول إلى هذا الهدف هي قضية خلافية أيضا. قضايا اقتصادية كثيرة جدا وهي موضوع خلاف، و الطريق التي سوف تأخذه الدولة في الفترة القادمة يحتاج إلى توافق، وبالتالي لابد أن يكون هناك دور ليس فقط للأحزاب السياسية ولكن أدوار لقوى أخرى، دور القطاع الخاص، اتحاد الصناعات، النقابات، الجمعيات الأهلية، كل هذه القطاعات قطاعات مهمة. وبالتالي في تقديري أن هناك خطر أن عندما يطرح مفهوم الحوار فيفهم منه اختزالا أن القضية تتعلق بحوار سياسي، لأن القضية الأساسية هي قضية الأحزاب السياسية. السؤال هل لدى الأحزاب ولكن السياسية، ولكن الملف السياسي ملف مهم جدا في الحوار الوطني، وده لأن أنا عايز أتكلم ليس الهدف هو لأن القضايا مش قضايا حزبية بالضبط. هناك قائمة كبيرة من القضايا موضوع خلاف وتحتاج إلى ترتيب أولويات في المرحلة القادمة، ويحسب للدولة هنا أنه قبل وضع هذه الأولويات خلال المرحلة القادمة عادت الدولة إلى المجتمع وإلى كل القوى السياسية والقوى الاقتصادية والاجتماعية. وبالتالي الحوار في تقديري مرة أخرى مسألة الإصلاح ليست قضية سياسية فقط ولكنها هي قضية أوسع من هذا بكثير. تخوفي أنه الأحزاب السياسية أنه ربما يكون الإجابة الوحيدة المطروحة لديها فيما يتعلق بالقضايا موضوع الخلاف هي القضايا السياسية، لكن القضايا الاقتصادية هل لدى الأحزاب رؤى محددة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والقضايا الاجتماعية؟ وهي قضايا في تقديري مهمة. هناك طبعا. إجابات مختلفة لكل الأسئلة المطروحة، وبالتالي لابد أن يكون هناك يعني رؤى محددة فيما يتعلق بهذه القضايا. طب سريع. كيف يمكن الوصول إلى توافق؟ تمام. يعني أعتقد دي مسألة هو عبء تنظيمي ضخم على المسؤولين عن إدارة الحوار، وأعتقد سيكون هناك يعني أسئلة تنظيمية كثيرة تتعلق طب علشان نخرج علشان نخرج بنتائج إيجابية من الحوار الوطني المصغر اللي احنا عاملينه، في ملفات كثيرة سواء في الملف السياسي أو في الملف الاقتصادي أو في الملف الاجتماعي، لو احنا كده نفكر مع بعض كده على الهوا نمسك ملف سريعا ونتناقش إيه أهم الحاجات اللي عاوزين نوصل لها مثلا في الملف السياسي سريعا جدا يا دكتور فريد، علشان أنا عايز أتكلم في الملف السياسي وفي الاقتصادي وفي الاجتماعي ونتكلم في كل ملف إيه بسرعة أهم الملفات اللي جوه. أنا بس عايز أوضح بعض النقاط. أولا أنا ما اتكلمتش عن الإصلاح السياسي بمعنى الضيق يا دكتور، أنا اتكلمت بمعنى واسع، قلت النقابات جزء والمجتمع المدني جزء، فخلينا ده نمرة واحد. نمرة اتنين، تاني في اتنين بينزلوا الانتخابات البرلمانية، واحد بيقول للناس من أول سياسة الكراتين إنه يوزع كراتين أو إن هو يعمل خدمات جزئية، ويتصور الناخب إن الراجل ده بيشتغل لمصلحته، مع إنه هذا النائب واخد بالك لما بيروح البرلمان بعد كده بيصوت ضد مصلحة الراجل ده في التشريعات وفي الموازنة وفي الخطة، واخد بالك؟ فهل هذا النائب يعمل لمصلحة الناس؟ الإجابة لا. بس هو بيستجيب لمستوى وعي الناس اللي متصور إن حل مشكلته بالكرتونة، بينما حل مشكلة الناخب ده مش الكرتونة، حل مشكلته تشريعات اقتصادية مختلفة. تمام. عشان أنا برضو عايز أقول معلومة بس، إحنا دكتور محمد كحزب عندنا رؤى في المسائل الاقتصاديه، احنا في البرلمان امبارح والنهارده كان بنقدم رؤيتنا للخطه، بكره عندنا مؤتمر الصحفي هنقدم فيه رؤيه الحزب وبدائله موضوع الخطه والموازنه، فاحنا عندنا ده مش ما عندناش. ثلاثه بقى،
ان انا مش تاني بقول ان مش بالضروره اوصل لتوافقات، انا كل اللي انا عايزه. طب ما تسمعهولنا يا فندم في الحوار الوطني. ودي اللحظه المناسبه لعرض كل هذه الرؤى. جوهر الموضوع اللي بيتناقش هو ازاي نحل مشاكلنا الاقتصاديه والاجتماعيه. انا بزعم احنا عندنا تحديات اقتصاديه واجتماعيه كبيره جدا. في طريقتين لحلها. خلينا نجيب من الاخر. في الطريقه اللي تمت خلال السنوات الماضيه اللي هو ان مجتمع ما بيتنفسش، ما فيهوش رئات، ما فيهوش مجتمع مدني نشط، ولا نقابات نشطه، ولا احزاب نشطه، وبالتالي التفاوض الاجتماعي شبه مجمد وشبه غائب، وبالتالي القرارات بتتاخد بدون صراع سياسي. تمام، مفهوم. طب ايه الطريقه اللي حضرتك شايفها؟ والنظر الى بدائل فريد مختلفة. احنا كلنا بنتكلم. الطريقه الثانيه ايه بقى؟ بتاخد الحديث لنقطه ثانيه. الطريقه الثانيه ايه؟ اللي هي اعمل اصلاح سياسي بحيث يكون هناك نقابات وجمعيات، ساعتها هتطلع البدائل اللي انت مش سامعه مني. تمام. يعني انا دلوقتي عندي بدائل انت مش سامعها، ليه مش سامعها؟ وصلت الفكره. لانه ما فيش المجتمع ما بيتنفس. وصلت الفكره يا دكتور فريد. دكتور ايمن، اهم الملفات لو احنا فتحنا الملف السياسي، اهم النقاط او المحاور اللي محتاجين نناقشها لو احنا بنفتح الملف السياسي في الحوار الوطني؟ قانون الاحزاب. قانون الانتخابات. قانون الاجراءات الجنائيه. وقانون حرية تداول الرأي. دول متهيألي أربع ملفات لازم يتناقشوا، وبما فيهم في الآخر الطريقة اللي هو يبقى أضمن فيها إن الأحزاب تبتدي، لأن الأحزاب بصراحة مش واصلة للشارع، تبتدي تصل إلى الشارع بثلاثة كي نقدر نغذي الحياة الحزبية. ده من الملف السياسي. ده الملفات السياسية. دكتور محمد، أهم الملفات السياسية اللي محتاجة تتفتح في الحوار الوطني. هي نفس الملفات اللي قالها دكتور أيمن. هي قضية لكن في تقديري هو الأحزاب السياسية، قانون الإجراءات الجنائية، المراجعة التشريعية بشكل عام. طيب. يعني في قانون الانتخابات، قوانين المقيدة للحريات كلها محتاجة مراجعة، قوانين المنظمه الاعلام كلها محتاجه مراجعه. خطوه بس انا بقول لكن هتحقق ايه؟ بص هتحقق ايه؟ ده موضوع تاني. لا هي بتقول اهم، لكن أهم لكن عاوز لكن نفتح. لكن محتاج اتفضل يا دكتور محمد. اسمعك يا دكتور محمد، اتفضل. المسؤوليه فقط ليس على الحوار، لكن ستظل هناك مسؤوليه على الاحزاب السياسيه. يعني اذا افترضنا، يعني سؤال مطروح على الاحزاب السياسيه، هل هذا العدد الكبير للاحزاب السياسيه هو مؤشر صحي على الحياه السياسيه في مصر؟ قانون الاحزاب يحده. يعني لابد من، يعني هذه المسؤوليه، هل الاحزاب السياسيه تنتظر قرار من الدوله بدمج الاحزاب السياسيه، ولا هي مسؤوليه الاحزاب السياسيه نفسها؟ فبالتالي يعني لا يتوقع ان الحوار يقدم اجابات مطروحه للدوله، مطلوب انها او ترفع الى الدوله للتنفيذ، لكن ستظل في مسؤوليه على الاحزاب السياسيه. حضرتك كنت طرحت سؤال مهم، ايه اللي يميز الحوار الوطني في مصر عن الحوار المطروح في دول اخرى؟ ودي اعتقد مساله برضو مرتبطه بالكلام اللي قاله دكتور فريد زهران. هي الحوار مطروح في بعض الدول بدون طبعا من ذكر الاسماء لدول بعينها، لكن هو حوار يتعلق بكيف يمكن الخروج من ازمه سياسيه، من صراع سياسي، من حالة الدولة تواجه فيها مشكلة كبيرة، وبالتالي طبيعي، يعني طبيعي في الحالات دي ان تغيب فيها الحوار حوالين القضايا الاقتصادية والاجتماعية. الحوار بالأساس حوالين بناء ثقة بين القوى السياسية، كيف يمكن وضع خريطة للانتقال او بناء مرحلة انتقالية تحظى بتوافق. ده اللي يفسر ليه في حالات زي كده، او يفسر لنا ليه المقارنه ما بين الحاله المصريه وحالات هذه او الحالات الاخرى. الحاله في مصر مختلفه. نحن ليس الحوار ليس في اطار ازمه سياسيه، ولا في اطار ازمه جوهريه تواجهها الدوله المصريه. هو حوار يتعلق بوضع اولويات محدده بشان المرحله المقبله، اولويات سياسيه، اولويات اقتصاديه واجتماعيه. تمام. وبالتالي ده يعني يفسر لنا اللي هي الحاله المصريه مختلفه عن الحالات الاخرى. انا هسال دكتور ايمن عن الحياه الاقتصاديه، وازاي ملفات الحياه الاقتصاديه تبقى موجوده في الحوار الوطني، وبعدين هاخد بقى التعقيب من دكتور فريد. اتفضل يا دكتور ايمن. أنا وجهة نظري في المواضيع الاقتصادية، طبعا إحنا في مشكلة كبيرة، لأن عندنا زي أي بلد في العالم عندها عجز موازنة، أي بلد، بس طريقة سد هذا العجز هو اللي إحنا مختلفين عليه. الطريق الاقتصادي اللي إحنا ماشيين فيه، طبعا السوق الحر، الليبرالية الاجتماعية موجودة،
مجانية التعليم، مجانية العلاج، كل ده متاح. ولكن الحقيقة اللي أنا عايز أزق عليه، إحنا هل إحنا فين دعم الاستثمار؟ فين تنمية الاستثمار؟ أنا المستثمر وكل موازنة، أقول الكلام ده في الآخر رفضت كل موازنة بقالي 5 سنين. الاستثمار ده لازم أعالج، أعامل المستثمر ده كالسايح، أشيله فوق دماغي، ضيف، ضيف جاي لي، أسهل له كل الأمور، أعمل له كل حاجة هو طالبها، أشيل له كل العقبات البيروقراطية، لأن هو ده اللي بيفتح المجالات. أنا أعتقد إن هو كل حزب أو كل اتجاه أو كل رجل اقتصاد يجب أن يدلو دلوه في كيفية عبور هذه الأزمة وكيفية دعم الاستثمار في مصر بالطرق المختلفة. طيب تعقيب حضرتك يا دكتور فريد. أنا متصور الملفات الاقتصادية، أنا متصور أنه طبعا مراجعة أولويات الإنفاق الحكومي ده موضوع مهم، لأنه أنا متصور أن كان في يعني دايما القول بأنه ليس في المكان أبدع مكان قول غير صحيح. أنا متصور أن كان في بدائل وكان في خيارات ما كانتش مطروحة، لأنه ما كانش في إصلاح سياسي أو الواقع فرض ده. ده رأي، بس في رأي تاني بيقول ما كانش في مناخ يسمح بطرح بدائل او يسمح بتداول بدائل، لان احنا بنتكلم عن وضع كان فيه درجه من الاحتقان يساوي، احنا بنتكلم بصوت عالي دلوقتي اهو عن ناس موجوده في السجن على سبيل القضايا راي. انا بتكلم عيني على قدام بس لازم ما ننساش. المهم ان الدكتور فريد بدا يتكلم في القضايا الاقتصاديه، هو ده المهم. ما ننساش لا دي نقطه ايجابيه في هذا الحوار. على فكره الحزب عنده جوهر على معلوماتي، الحزب عنده برنامج في تحول اهو، الحزب عنده برنامج. هو جوهر الموضوع اللي بيتناقش هو ما هو الحل للمشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه. انا بقول الحل للمشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه يبدا بان يبقى في مناخ من الحريات يسمح بطرح البدائل دي، لان لما انا اطرح البدائل دي فتحبس، يبقى انا يبقى ما عملناش حاجه. افهم الفكره، يعني جوهر الموضوع على فكره ما المناخ هو متوفر. ما ينفعش يا دكتور فريد، بص يا دكتور محمد، ما ينفعش تكلمني عن نقابات عماليه قويه وانا طالع من انتخابات مرشحيني مصطوبين فيها. الجوله الاولى من الانتخابات شهدت شد، واخد بالك، لمئات والاف المرشحين، لولا ان ناس في طلعت في الاعلام، لولا ان ده تواكب مع موضوع الحوار الوطني، فناس زي حالاتي طلعوا يقولوا ده، كانت الجوله الثانيه هتبقى زي الجوله الاولى. اذا الموضوع ما تقدرش تعمل نقابات عماليه قويه الا لو ما فيش شطب وما فيش تدخلات الامن. تعليق دكتور محمد. لا تاني بس. وبالتالي انا رايي القضايا الاقتصاديه كتير، يعني مراجعه سياسات الانفاق الحكومي موضوع مهم. موضوع الاستثمار، النظر الى الاستثمار باعتباره افئات ضريبيه فقط. انا متنازل عن وقتي دكتور فريد طالما هتكلم في القضايا الاقتصاديه. يعني مش انا لن اقبل التنازل خطوره، لان تشجيع الاستثمار ليس مجرد افئات ضريبيه، ده جزء منه اصلاح سياسي واصلاح اجتماعي. بالظبط، عشان كده خد بالك ازاله البيروقراطيه كلها واعطاء اراضي. بدانا نتنازل عن وقتنا كلنا لحضرتك، عايزين ناخد تعقيب من دكتور محمد. دور الدوله في الاقتصاد محتاج مراجعه. اني قطاعات واني مساحات، وهل الدولة تبقى منافس للقطاع الخاص طبعاً، ومنافس للمستثمر طبعا؟ محمد تعقيب حضرتك، يبقى مهم نسمع الكلام ده بقى. اولا انا شايف ان بكره في المؤتمر الصحفي، انا منين المؤتمر الصحفي؟ لا اسمعه في المؤتمر، انا عايز اسمعه في المؤتمر الصحفي، انا عايز اسمعه في المؤتمر الوطني. عايز اسمعه في القضايا الاقتصاديه. رايي طبعا بالاضافه اللي قاله دكتور فريد ودكتور ايمن، قضيه النمو الاقتصادي قضيه اساسيه. كيف يمكن الوصول الى نمو اقتصادي مرتفع يتجاوز معدل النمو السكاني بقدر كافي ومستدام في نفس الوقت؟ مصادر النمو الاقتصادي يبقى من الناحية الكمية ومن ناحية مصادر النمو الاقتصادي، أعتقد ده برضو سؤال مهم. قضية الاستثمار الأجنبي قضية مهمة، لا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية بدون استثمار أجنبي كافي، كل التجارب الدولية بتقول ده. دور القطاع الخاص طبعا، دور القطاع الخاص مهم، ويعني تعقيبا على اللي قاله دكتور فريد، انه الدولة نفسها في تقديري انها سباقة في الحديث عن دور القطاع الخاص قبل حتى ان يبدا الحوار. الدوله تتحدث بشكل واضح وصريح عن افساح المجال امام دور القطاع الخاص، فكل دي قضايا اعتقد موضوع حوار. وانا سعيد ان احنا في المناقشه انتهينا انه دكتور فريد بيتحدث في القضايا الاقتصاديه. انا لسه قضايا شديده في نقطه مهمه جدا. انا مش عارفه ليه بتصور انه قضيه الزياده السكانيه لازم تكون موجوده بقى على وام المشاكل، مش بس لازم تكون دي طبعا من اولويات.
مش بس دي. انا عايز اوصل للحوار الوطني كمان لحلول، واسمع حلول من خبراء واحزاب وبمختلف الاتجاهات في ظواهر الانهيار الاخلاقي اللي وصل له وسوء حاجة شايفة كم حادث انتحار، الناس مش فاهمة الانتحار ده بيودي لفين ولا القتل بيودي لفين، وظواهر هي مش ظاهرة لكن ظواهر جديدة على المجتمع المصري لازم تتناقش. الحمد لله لسه ما وصلناش انها ظاهرة، لكن لا حوادث جديدة، لا جديدة علينا. بصي حضرتك عندنا في الطب اوت بريكس، يعني طلع بره المكان المستوطن. يعني عندنا اسمها تفشي زي القرود دي. القرود دي ظهرت 12 حالة في بريطانيا، وصلوا ل 100 دلوقتي في العالم كله ولا 130 او 1000 في العالم كله بعد اللي بنسميه تفشي، مش جائحة بس ظهوره في مكان غير معتاد بيخض اولي الامر، بمعنى ان لا نسب الطلاق لازم تتناقش طبعا، لازم تتناقش كمان الزياده السكانيه. لازم تتناقش اللي بيجوزوا الاطفال الصغيرين وبنصل قصرات وبنصل الى هذا الحد، عماله الاطفال، كل ظواهر اجتماعيه أدت إلى ما نحن عليه. طبعا القضايا الزيادة السكانية والمخدرات، كل ده إزاي أستاذ فريد عايز تحرم المجتمع إن إحنا نعمل فيه حوار نسمع فيه كل الآراء ونطلع بيه بورقة عمل تلزم الجهاز التنفيذي والحكومة والبرلمان التشريع والأحزاب في تبني هذه الخطى والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية، كل ده احنا عايزين نستفيد من كل ده، بس ده اللي اقصده في النقطة. تعقيب حضرتك يا دكتور فريد. انا يعني لازلت مؤكد ان كل القضايا اللي بيطرحها الدكتور ايمن مهمه جدا جدا جدا، والحديث فيها عليها ان يبدا، ولكنه يعني لن ينتهي، لانه دي القضايا اللي احنا هنناقشها النهارده وبكره وبعد سنه وبعد 10، اللي الواحد مصر على ان احنا ملزمين وملتزمين قدام شعبنا ان احنا نحققه في اللحظه دي، هو ازاي نوفر الاليات والاجواء والاساليب المناسبه لبدء مثل هذا الحوار ولاستمراره لانه يقودنا الى نجاح ورا نجاح. يعني احنا هنبدا بمناقشه الامور دي، هل انت متوقع ان مناقشه هذه الملفات الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافية، ده احنا ما اتكلمناش في الثقافة لسه، هل انت متصور ان كل ده قضية اسبوعين اتنين او شهرين اتنين؟ انا بقول على مثل هذه الحوارات يا دكتور ايمن ان تبدا وليس عليها ان تنتهي. حطينا دستور يا فندم في وقتها. اصبر علي اصبر علي. لا دستور مبادئ عامة اللي احنا بنناقشه هنا، انت بتتكلم على انك عايز توصل، انت هتحط خطة عامة، عايز توصل لما هو اكثر من ذلك، عايز توصل لحلول وعايز تبني على الحلول الجزئية دي او الاولية دي او التبديل دي حلول اخرى نبدا نطبقها. وبالتالي هيبقى حالا. وبالتالي ان انا بقول بالظبط ان انا الاصل في الموضوع ايه يا جماعه؟ الاصل في الموضوع ان احنا عايزين دوله ديمقراطيه مدنيه حديثه، مش كده؟ يعني ايه دوله ديمقراطيه مدنيه حديثه؟ يعني دوله توفر اجواء واساليب واليات التفاوض الاجتماعي. يعني دوله فيها مؤسسات مستقله اسمها نقابات وجمعيات واحزاب ودوله ومؤسسات دوله، سلطه تنفيذيه وسلطه تشريعيه، وان كل المؤسسات دي في اطار من حريه الراي والتعبير داخله في جدل وفي علاقات حواريه مستمره بحثا عن حلول. وبالتالي خد بالك، انا مثلا كان يسالني بعض الناس يقولوا لي ايه الاجر العادل؟ فاقول لهم الاجر العادل هو الاجر الذي تصل اليه المفاوضات بين العمال واصحاب الاعمال. ده الاجر العادل في الدول الديمقراطيه المدنيه الحديثه. تمام. مش اجر بيحدده حاكم او اجر بيحدده محسن كريم، واخد بالك؟ ده اجر بيتحدد طبعا للتفاوض الاجتماعي، زي بالظبط لما تقول لي الحلول لمواجهه مشاكلنا الاقتصاديه والاجتماعيه، انا جاوبك اقول لك الحلول هيوصلها المجتمع من خلال هذا الجدل، من خلال هذا التفاوض الاجتماعي. هذا الجدل في ملاحظه مهمه حضرتك، في معناه ان احنا لازم نقبل ثقافه الاختلاف في الراي. ازاي على فكره احنا كده؟ طول ما المجتمع المصري، بس انا عايز اقول لكم بس ان تاريخ مصر عشان احنا في اخر ثواني في البرنامج وزراء الداخليه كان بيخش السجون. يعني ينتهي طيب انا هاخد بول اللي هم عملوها، واخد بالك؟ لازم المجتمع السياسي نسمع بعض يا دكتور فريد يخرج من الحاله دي. حضرتك محتاج تسمعنا كمان. هاخد بس من كلام دكتور فريد انه يعني فهمت انه حضرتك بتنتقد انه في اولويات الفتره اللي فاتت كان في تركيز على اولويات محدده، وانه تم وضع هذه الاولويات
بدون توافق او بدون رجوع الى المجتمع او للقوى المختلفه. واعتقد ان حضرتك تقصد التركيز على مساله البنيه التحتيه والى اخره. الان حضرتك قدمت نقد الى الانحياز الى هذه الاولويه او هذه الفلسفه اللي حكمت عمليه التنميه في خلال الفتره اللي فاتت، لكن اعتقد لما يدعى الحوار في الفتره لوضع اولويات في المرحله القادمه هو لانه بقى عشان بعد 10 سنين كمان او 15 سنه ما نوصلش في قاعده اخرى مماثله ونقول انه عمليه التنميه انحازت لفلسفه معينه، فاحنا في لحظه نؤسس او نريد ان نؤسس لاولويات معينه لكل القضايا الخلافيه واولوياتنا في المرحله القادمه وبما فيها وحسب رايي قضية التنمية قضية أساسية، لأنه قضية التنمية قضية معقدة لم تعد بالسهولة اللي كانت عليها الأوضاع في الستينات أو السبعينيات. كان في روشتة واضحة لكل الدول اللي كانت عاوزة تعمل تنمية، التصنيع بغرض الإحلال محل الواردات، هل هذه الفلسفة قابلة للتطبيق دلوقتي؟ صعب. فبالتالي عملية التنمية عملية معقدة وبالتالي تحتاج إلى أولويات، وحتى نتجنب أنه بعد 10-15 سنة نقول أنه عملية التنمية انحازت لفلسفة معينة. فالأمر مطروح دلوقتي أمام كل القوى أنها تضع هذه الفلسفة. الرأي. أهمية ده في ظل الحوار الوطني اللي احنا بنعيشه. هو طبعا يعني أنا عشان في البرلمان اتعودت وأنا من في الجانب دائما أبدا لست في حزب الأغلبية فلا الناس بتسمع. هو النقطة في الآخر القرار هيتاخد الديمقراطية. أستاذ فريد متعلمين كلنا إن في ديكتاتورية الأغلبية، خلاص ما هو الأغلبية توافقت على حاجة. النقطة الأهم اللي يهمني في القصة إن الحلول تتسمع لأن الموضوع تحت رعاية الرئيس مش تحت رعاية أحد الأحزاب ولا أغلبية ولا أقلية. المصلحة الوطنية هي اللي هتبقى غالبة على كل الوجوه وكل الاتجاهات وكل اللي بينصحوا. ففي الآخر لازم ما نصل إليه كونكلوجن، هو ملخص، هو مش عارف إيه كونكلوجن بالعربي بس هي ملخص خلاصة 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 لكل موضوع بأولوياته. أنا مش عايزين نقعد نعدد في ما تم وما سوف، يعني أنا اللي بدعوه زي ما ابتديت كلامي أرجو أرجو بإذن الله إن كله يتفائل وكله يخش بنية جيدة في إصلاح أي ملف وأي فكرة يكون عنده، لأن أنا أعلم جميع يعني أنا محتك بكل الأحزاب وكل القوى السياسية، كل واحد عنده فكر اقتصادي واجتماعي والسياسي. كل المقدمات الحقيقه بتقول ان احنا لازم نتفائل لانه واضح ان احنا يعني قدام حاجه جميله بتحصل وان شاء الله خير باذن الله. دكتور فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، شكرا جزيلا لحضرتك. دكتور ايمن ابو العلا وكيل لجنه حقوق الانسان في مجلس النواب، اشكر حضرتك. والدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه، اشكر حضرتك. شكرا جزيلا. اي تغيير ايجابي حقيقي بيبتدي بخطوات مدروسه، خطوات محسوبه. اللي بيحدد سرعة هذه الخطوات هو تقييم نتائج كل خطوة. نقدر نطبق هذه القاعدة على الحوار الوطني اللي ممكن يكون بداية حقيقية لمرحلة جديدة واعدة في مسيرة الدولة المصرية، مرحلة بتتأسس على قواعد ثابتة. والحقيقة يعني دي طريقة جميلة جدا، طريقة بناء جميلة جدا، طريقة بناء أي كيان متين راسخ لاستمرارية. أما أسلوب بقى التحولات المفاجأة فغالبا بيبقى مجرد قفزة كده في الهواء بيتبعها سقوط مؤلم. أشكركم شكرا جزيلا. بكرة إن شاء الله يوم جديد في مصر الجديدة، هيكون معانا هاني شاكر النجم الكبير بعد غياب لفترة طويلة، بيظهر معانا بكرة إن شاء الله. حوار مهم انتظروه.